أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. وما علينا فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا
طيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم.
لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون
ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون آمنا بالله وصدق الله العظيم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ربنا تقبل منك أنت السميع العليم اللهم بارك لنا في جمعنا هذا اللهم بارك لنا في عملنا هذا اللهم يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال Poštovana braćo i sestre, dragi vjernici, evo i ovog 4. septembra tekuće godine, u prvome danu Rebiul Evvela, mjesecu kada je došao na Dunjaluk, onaj za koga je Allah u Kur'anu rekao i poslali smo te iz milosti prema svim svjetovima. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem po 14. put ponovo se ovdje okupljamo na ovom parčetu Allahove zemlje na vakufskom dobru, da svaki put pošaljemo poruku da je Kur'an naš životni put i da je srećan samo onaj ko živi u duhu Kur'ana, jer je sura Jasin srce Kur'ana, jedna od kur'anskih sura koju svaki put proučimo, želeći natopiti naša srca sa imanom i želeći potvrditi ono što su naši preci nosili kao baklju, baklju šehadeta, podučavali svoje sinove i šćeri dobru, pozivati na dobro, odvraćati od zla, podizati sinove i šćeri koji se raduju uspjehu svakoga drugoga, podizati sinove i šćeri koji vole, a ne mrze,
i koji se raduju da učine dobro. To su nam ostavili naši preci u emanet, da nikog ne mrzimo, da gradimo, da ne rušimo, da činimo hajrate i da ne zaboravimo na Allaha Dželešanuhu. I to je ono sa čime mi u svijet svjetla obraza i podignute glave idemo. I ne stidimo se da kažemo, mi smo potomci naših predaka muslimana, Bošnjaka i Sandžaklija. Jer nam ništa sramotno ostavili nisu. Nećemo ni mi našim generacijama, ako Bog da, već će se i generacije iza nas ponositi sa onim što i mi ostavljamo. A im, mi im ostavljamo prelijepu vjeru, dar od Boga Dželešanuhu, naš din Islam, prelijepu našu tradiciju, kulturu, naš jezik, naše običaje, naše džamije i naše vakufe. I mi sa ovoga mjesta podsjećamo na ono što se počelo dešavati i 44. i 5. i 6. I to je kultura pamćenja. Neki ne smiju o tome ni da pričaju. Nekima je burure tu glavi pa im se ne uklapa sa vjerom. Braćo, i jedni i drugi imaju problem u razumijevanju vjere. Ni jedni ni drugi nisu u pravu, već u krivu. Strah i jedne i druge. Jedni pravdaju da to nije u duhu vjere, da mi obilježavamo ovaj dan kao kulturnu manifestaciju. Naš narod je uvijek bio čist od tih novotarija. Samo je Allaha robovao, njemu se molio, njemu padao na seđdu i ništa drugo. Te devijacije ovdje uglavnom nisu postojale, neće ni postojat. Sve dok je ovakve islamske zajednice, ovakvi džematlija i sve dotle dok je naših vakufa. Ovo je jedan od naših vakufa. I kao što ovo ovdje štitimo, štitit ćemo svako parče vakufske zemlje. A iz godine u godinu sve je više naših vjernika koji se svrstavaju u saf naših vakifa od Isa Bega Ishakovića do današnjih dana, a prije toga u saf Ibrahim Pejgambera, a posebno u saf džemata čiji je imam Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. I vakufska imovina i dobro, koliko god da su neki probali da otuđe, a kad god je neko udarao na vakufsku imovinu, i on i potomstvo su doživjeli poniženje, neka znate. I zato vas molim, čuvajte se vakufskog haka i jetimskog haka. Vakuf više nije jetim, ima ko da ga čuva i da ga brani. Ali su to bila vremena kad su nedužni ljudi strijeljani na pravdi Boga. I vakufska imovina uzimana, pljačkana, kradena i tako redom. Pored Kur'ana, koji je naš životni put, koji su naši preci dobro razumijevali, mi smo ovdje i da proučimo dovu. Naša je dova najveće oružje. To je naše oružje. Sa dovom se mi borimo.
i mi se ponosimo. I tada, 10. godine tog 4. septembra, kada je žandarmerija, specijalci i brojni drugi pokušali da nam spriječe oslobađanje vakufske imovine, ovde smo se sudarili. I kad god to budu htjeli, uvijek ćemo se sudariti, neka znaju. Hvala Bogu, pa su pametili i mudri su, pa su vidjeli da to nikud ne vodi. Ovaj kraj i ovaj narod od šehidske krvi žive i od vakufskih dobara. I tad, i kad god to bude trebalo, mi ćemo braniti vakufsku imovinu. Jer je zakon donijet o povraćaju vakufske imovine, ali mora stupiti na snagu, odnosno u praktičnom smislu to biti. I tad prije toliko 14 godina mi smo bili odlučni ovde negde ispred. I evo danas zajedno, braćo i sestre, prouči smo dovu, ponoseći se sa našim precima, moleći Allaha da ih obraduje u kaburu, njih, sve naše vakife, naše džematlije, naše aktiviste i našeg rahmetli muftiju, koji dok je bio na Dunjaluku bio je uvijek sa nama. Svako pravi svoju sudbinu i svako piše svoju historiju sa svojim načinom života, a mi, poput onog maloga mrava, sićušnog, šaljemo poruku na koju smo stranu. Na stranu dobra protiv zla, na stranu ljubavi protiv mržnje, na stranu ljudskog dostojanstva, da zajedno kao muslimani, sandžaklije, bošnjaci, državljani države Srbije, zajedno sa svim onima sa kojima dijelimo životni prostor, pravimo i sve činimo da nam budućnost svima bude srećna i beričetna. Allah vas nagradio, obaspao svojom milošću vas i vaše porodice, i da se nikada nikome i nigde više ne desi ono što se desilo ovdje 44. a prije toga 24. i 913. i 95. u Srebrenici, bilo kad i bilo gdje i bilo kome. Allah vas nagradio. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. آمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا عبيدك، بنو عبادك، بنو إمائك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وأن تصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة لنا زيادة في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين يا قوي يا عزيز. اللهم كن لنا ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم ولا تكن علينا. اللهم يا هازم الأحزاب ويا مجري السحاب،
اهزم عدونا وعدوك يا قوي يا عزيز يا متين يا قهار يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في وطننا سنجق وما حولها يا رب العالمين، وفي فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم تقبل شهداءنا، شهداء سنجق وشهداء غزة وشهداء أمة محمد صلى الله عليه وسلم في كل مكان. اللهم اجعل دماءهم سلما لمجدك، لمجد الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم قونا يا رب العالمين، اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا يا رب العالمين، وخذ بنواصينا ونواصي الحاضرين إلى البر والتقى يا رب العالمين. آمين. والحمد لله، وصل اللهم وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الفاتحة.